souhaite alors de belles impressions et j'ai l'immense honneur de déclarer la Tanger Fashion Week ouverte. Et maintenant, place à notre invité d'honneur. Connu comme l'enfant terrible de la mode depuis 60 ans, elle défie le status quo. Elle a révolutionné l'industrie par son engagement, par son style avant-gardiste et pour son engagement vers la écologie. في 2017 بدينا كنظموا في مراكش ومن بعد نظمنا في فاس ودابا كنظموا اول مره في طنجة وحنا فخورين جدا وكنشكروا السلطه المحليه اللي ساعدتنا في شهر كان غيكون في شهر 10 منين جا المشكل ديال الحوت اجلناه لدابا والحمد لله فهاد ليديسيون هادي كنشكروا الوزاره اللي ساعدتنا والناس اللي ساعدونا في المغرب كله ولكن هاد المره جانا واحد دار الموضه من لندن هي فيفيان ويستوود من ايكونيك ديال الموضه في اوروبا. And she mixes that with her passion for arts. She merges Moroccan craftsmanship with African influences to create unique handcrafted pieces that tell a story of cultural fusion. Farah Bouhoud. فرح بوحوت طنجاوية خلقت في طنجة كبرت في تطوان فرحانة بزاف لأن كنشارك في هاد التظاهرة اللي هي أوريونتال فاشن شو وأول مرة غادي تكون ليديسيون في طنجة دونك لا مارك ديالي هي فرح بوحوت كنعيش صراحة ما بين طنجة والكوت ديفوار أبيدجان وكنقدم القفاطن كنحاول نعملهم بطريقة دائما جد تقليدية وهاد لا كوليكسيون جاتني لانسبيراسيون مون انفونس اللي دوزتها في مرشان طبعا مع ما غرانمير و اي فوالا وشكرا بزاف. جمعية طريق الحرير والأندلس هي جمعية غير ربحية وغير حكومية مسجلة في باريس رئيستها من مغاربة العالم وهي سيدة هند جدار التي ألفت يعني كتاب رائع عن القفطان المغربي يطلق عليه روائع القفطان لميرفي دو كافطان وهي في صدد إعداد كتاب آخر يتحدث عن القفطان المغربي وكيف تطور عبر الزمان طبعا القفطان المغربي يلعب
يلعبوا دور مهم في البيت المغربي وفي المجتمع، له أهمية كبيرة. ولذلك اليوم نرى كيف أنه يعني كيف أن مغاربة أخذوا على عاتقهم هذه المسؤولية لمساهمة في نشر الثقافة والتقليد والتقاليد المغربية. احنا سيدات اللي كنتواجدوا في مدينة طنجة وكنتواجدوا في هاد طنجي فاشن ويك وكنكتشفوا واحد العديد من المبدعين في الازياء. شفنا حويجات زوينين، شفنا حويجات اللي جداد يعني كاين ان غوشيرش، كاين واحد الابتكار. فوالا انا سعيده، اول مره كنحضر مريم بجوج حتى انا ياك اول مره كنحضر عرض الازياء وحسيت براسي مزيان زوين هادشي. تا انا فرحانه حضرت لهذا طنجي فاشن ويك. انا اصلا مدينه طنجه كتعجبني بزاف، ونحضر التظاهره بحال هذه فنيه في مدينه اللي كتعجبني وكتقيسني زعما احساسا ولا فنيا كتعجبني، كتجيني بحال شي جويهره. كانت حاجه زوينه هاد الجمعه ما بين تظاهره فنيه وما بين التواجد ديالي في طنجه. كنت واجد في طنجي فاشن ويك، اكيد ان اي حاجه اللي كتعلق بالموضه فانا كنكون دائما متواجده فيها. كنصر على انني نكون يعني عندي إلمام باخر صيحات الموضه. فكاين غدا ان شاء الله انا عندي لا سواري اللي غادي نغني ابري لو ديفيلي، فكنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله وفيليسيتاسيون. اكيد ان القفطان المغربي يعني مفخره، وانا شخصيا كفنانه كنحرص على انني نكون لابساه في جميع الحفلات ديالي خصوصا خارج المغرب. ايوا والقفطان المغربي بيان سور هو مغربي ووصل للعالميه وكل شيء كيبغي يلبس القفطان المغربي. Ladies and gentlemen, we give you the young Palestinian artist Mirna Jahshan.